السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة تانية معاكم زميلتكم في الفرقة الخامسة، وان شاء الله النهاردة مع بعض هنراجع محاضرة الانتيكو اجنس. يا ريت قبل ما نبدأ بس ندعي لزمانين اللي سبقونا بالرحمة، وان ربنا يسكنهم فسيح جناته، اللهم امين. مشكلة البداية دي، ماشي. هو احنا دي زي قصة قصيرة كده نحكيها في الأول عن المحاضرة. أول حاجة، في بيشنت عندنا هي راحت المستشفى، حست بتعب، راحت المستشفى. دكاترة اكتشفوا ان عندها حاجة، يعني ان هما اضطروا يعالجوها ب انتيكو اجلانس اللي هي مضادات للتجلط، تمام. وفضلت وقالوا لها ان هي لازم تمشي عليها لفترة طويلة، لانه عندها جسمها عنده استعداد ان هو يكون جلطات كتير، او عندها ريسك فاكتور كتير عشان الموضوع ده. جات البيشنت دي حملت، فبعدين الدكاترة قالوا لها ان هي ما تنفعش تاخد الادوية دي وهي حامل، وان هم هيغيروها لادوية تانية. ان شاء الله معا في المحاضرة هنفهم ايه الادوية اللي تنفع للحامل واللي ما تنفعش. هنبدأ اللي احنا اول حاجة زي هنت بسيطة كده عن الجسم بيتحكم فيه، اللي هو بيحصل ازاي لو حصل بليدنج او نزيف، الجسم بيتعامل معاه ازاي. اول حاجه بيحصل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل، يعني بيحصل لها ان البلاد فيسل ديت اول حاجه ان هي بيحصل لها بتنقبض عشان تقلل كميه الدم اللي رايحه الحته دي، فالجسم ما ينزفش كتير. تاني حاجه بتحصل اللي هي بليتلت اجريجيشن، البليتلت ديت بتبدا تجمع لحد ما تكون في الاخر، اللي هي مرحله الادهيجن برايمري اجريجيشن والسكريشن والسكندري اجريجيشن، لحد ما تكون في الاخر اللي هي البليتلت بلوك، او اللي هي زي التجلط البسيط اللي بيبقى في الاول ده. واخر حاجه بتحصل هي عمليه بقى الكواجيليشن نفسها. وانت عارفين من الفسيولوجي طبعا الكواجيليشن عندنا انترنسيك واكسترنسيك باسوي، في زي تسكيمه صغيره، الاكسترنسيك باسوي ده اللي هو 3 زائد 7 بيساوي 10، والانترنسيك 12 و11 و9، وفي الاخر بينتهي ب10 في الاخر، تمام. والكومون باسوي اللي هو من 10 بقى ل بسم الله الرحمن الرحيم، من 10، بعد كده 2، بعد كده 1، تمام. ده اللي هو من المهم الباسويز دي مهمة عشان هتعتمد عليها فكرة الأدوية اللي احنا هنقولها دلوقتي. بيقولك الدراجز اللي بتستخدم عشان ان احنا نعمل مانجمنت للثرومبوتيك ديسيز. هو ليه ما قالش اللي هو تقسيمتها انتيكو اجلانس خلاص؟ لان الثرومبوتيك ديسيز انتيكو اجلانس زياد بتمنع ان هي اللي في جلطة جديدة تتكون، او ان الجلطة يحصلها بروباجيشن وتكبر اكتر وتروح لاماكن تانية. اما الادويه اللي بتدوب الجلطه نفسها او الحاجات ديت، فدي حاجه تانية. فهي بتتقسم للانتيكو اجلانس اللي هي بتمنع اللي هي بالانترفير سينسز اور انكتيف كواجيليشن فاكتور، تمام. تاني حاجه الانتي بليتلت اللي هي او الانتي ثرومبوزس بتمنع اللي هي بليتلت اجريجيشن. اخر حاجه الفايبرونيتكس، دي الادويه اللي هي بتدوب الجلطه، بتمنع اللي هي بتديوس لايسيس اوف فايبرين، تمام. نيجي بقى بيقسم الانتيكو اجلانس لبارنتلر واولر، وبالتالي بيرجع يقسمهم تحتها على حسب الميكانيزم في الاكشن بتاعتها. فعندك في البارنتلر اللي هي بتتاخد وريد اللي هي اي في، الاندايركت ثرومبين انهبيتور اللي هو انفراكشن هيبرين، الهيبرين دوت بيبقى موجود عندنا في المسلز واللنج والخلايا اللنج عندنا، وبيبقى عبارة عن كذا جزيئات غير كذا جزيئات، الحجم الجزئي بتاعها مختلف، فهو اسمه انفراكشن، تمام. بيستخلصوا منه حاجة اسمها لو موليكولار ويت هيبرين، ده جزء صغير وبيبقى احسن شوية من الهيبرين، هنقول دلوقتي ليه. تاني حاجة الدايركت ثرومبين انهبيتور اللي هو زي الارجوتروبان و البيفاليريدين، تمام. اخر حاجه اللي هي indirect selective inhibitor of factor 10 الفوندا بارينوكس، تمام. نيجي بقى للاورال انتيكو اجلانس الوارفارين اللي هو بيمنع انهيبيشن او اللي بيمنع السنسز بتاع كولاجين فاكتور اللي هي بتتكون في الليفر، اللي هي بتتكون في الكبد، اللي هي ممكن نسكمها ب 1972، تمام. دي 1972 دلوقتي اللي بيتكونوا في الليفر، فهو الورفرين بيمنعهم 1000 اللي هي 1972، يعني 10 و9 و7 و2، تمام. واخر حاجه اللي هي النيو اورال انتيكو اجلانس، دي الدايركت ثرومبين، بتنقسم لدايركت ثرومبين انهبيتور زي الدابيجاتران اللي هي زي ديت تعادل ديت يعني، بس ديت اورال وديت بارنتلر، والدايركت فاكتور 10 انهبيتور زي ريفاروكسبان وابيكسبان، تمام، اللي هو بيعادل ال indirect selective inhibitor of factor 10 اللي هي ال يعني ديت oral وديت parenteral، تمام.
يعني نقولها دلوقتي. تمام، هنيجي نقارن اهم دوايين عندنا في المحاضره، هما الهيبرين والورفرين. لو هنقارن بينهم، الهيبرين دوت بيجي منين؟ بيجي من انيمال اورجين. الهيبرين ده اصلا قلنا ان هو بيبقى موجود عندنا في الجسم، هو حاجه ناتشرال، فاحنا بنجيبه من الانيمال، وبيبقى موجود في الهستامين، بيبقى موجود مع الهستامين في المسلز بتاع الليفر واللنج. تمام، الاستراكشر بتاعه بيقول ان هو عباره عن سلفيتد ميوكوبوليساكرايد ويز هاي مولكولار ويت، يعني هو عباره عن جزيئات سكر خباسي، هو تقريبا حوالي 15 بوليساكرايد بيتجمعوا مع بعض. اهم جزء فيه اللي هو الخمسه او البنتا ساكرايد اللي هي الخمسه الاخيره ديت اللي بتمسك في الانتي ثرومبين، وبتخلي الانتثرومبين دوت اللي احنا قلنا هو الاكتف فورم من فاكتور 2 اللي هو الثرومبين. تمام، يبقى قلنا الثرومبين هو الاكتف فورم من فاكتور 2، الجزء اللي ان اكتف منه اللي هو مش شغال اللي هو البروثرومبين. تمام، لما بيتحول ل اكتيفيتد فاكتور 2 بيبقى اسمه الثرومبين. فهو بيمسك الهيبرين دوت، عباره عن اللي هو جزء البنتا بوليساكرايد، البنتا ساكرايد دوت بيمسك فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بيمسك في الجزء اللي هو بيمسك في الانتثرومبين 3 دوت، وبيخلي انتثرومبين قصدي، وبيخلي الاكشن بتاعته بتزيد لألف مرة. لما الاكشن بتاعته بتزيد في ألف مرة فهو بيوقف البصيء اصلا. تمام، هايلي اسيديك ويز نيجاتيف تشارج، اهم حاجة خلي بالكم من جزء الهايلي اسيديك ويز نيجاتيف تشارج ديت، عشان ديت هتفيدنا في الانتيدوت بتاعه اللي احنا هنيجي نقوله بعد شوية. الورفرين بقى، الورفرين جاي من بلانت اوريجين، وان هو سينسيتيك يعني ما بيتكونش جوه الجسم، انا بصنعه في المعمل، وهو جاي من نبات. كومارين ديرفيتيف، الكومارين دوت عبارة عن مركب كيميائي عطري بيوجد في بعض اللي هي النباتات او الحاجات زي الفانيليا او الحاجات ديت. يعني ال ADME اللي هي عبارة عن الفارماكوكاينيتيك اللي هي الابزوربشن والديستريبيوشن والاكسكريشن والحاجات ديت كلها بتاعت الدواء عندنا. تمام، بيقول لك ان الهيبرين دوت على طول اول ما بديه بيشتغل بسرعه، بس المشكله ان هو بيقعد في الجسم فتره قليله، فهو بيشتغل بسرعه لما دي اي في، وبيقعد في الجسم حوالي 4 ل 6 ساعات. وبيحصل له اكسكريشن ازاي؟ 80% بيحصل له هيباتيك ميتابوليزم، 20% بيخرج عن طريق الرينا اللي هي الكدني غير مش متغير، وما بيعديش البلاسينتا او البريست ميلك، عشان كده بنسيف ان انا استخدمه اثناء الحمل واثناء الرضاعة. هنقول المشاكل بتاعته، هو صحيح انه اسف ان انا استخدمه اثناء الحمل والرضاعة، بس برضو هو ليه مشكلة فهنقولها في السلايد الجاي يعني. تمام، الاكشن بتاعته ايه؟ الهيبرين دوت بيشتغل عندنا اول حاجه ان هو في 3 اكشن بس، اهمها طبعا اللي هو انتي كواجولان اكشن اللي احنا لسه قايلين، اللي هو بيمسك في انترثرومبين 3 وبيزود الانهبيتوري افكت بتاعه على الفاكتور اللي هو الثرومبين اللي هو فاكتور 2، فهو بيأثر على فاكتور 2 وفاكتور 9 وفاكتور 10، بس اكتر على فاكتور 2. تمام، فلما بيحصل كده، لما بيزود الاكشن بتاع الانتثرومبين 3 فهو بيأثر على الفاكتورز دي كلها، بالذات فاكتور 2. تاني حاجه ان هو سلايت فازودايليتيشن افكت، ازاي يعني؟ يعني ان هو بيخلي الاوعيه الدمويه، مش احنا قلنا اول حاجه ان الجسم بيعمل فازو كونستريكشن عشان يعني النزيف، فلما هو بيعمل ايه بقى؟ بيعمل فازو دايلاتيشن شويه للاوعيه الدمويه، وبيعمل كانالايزيشن للسروم بس، يعني مثلا الوعي الدموي اهو السروم بس اهي. تمام، هو بيعمل زي كانال كده في السروم بس، ويعمل ريكانالايزيشن للبلاد فيسل عشان يخلي الدم يعدي فيه تاني. اخر حاجه بقى، ودي مش مهمه قوي بس مش مشكله هنقولها، اللي هي البلازما كليرنج افكت باي ستيميليتنج ال بي ال اي بيز. البلازما كليرنج افكت، احنا عندنا جسم الانسان لما بياكل وجبه مثلا بوست برانديال بتزيد شويه نسبه الليبيد في الدم. تمام، فهو اللي بيعمل ايه؟ فهو بيحفز انزيم اللايبوبروتين لايبيز دوت، ولما بيحفزه اللي هو لايبوبروتين لايبيز بيساعد على تكسير الدهون وكده. تمام، نيجي بقى للورفرين. الورفرين دوت بيحصل له 100% اورال باي افيليتي، يعني انا لو خدته عن طريق الفم هو هيوصل لي للدم بنسبه 100%، بس الفكره ان هو ايه؟ الاكتف فورم بتاعته اللي هي الفري، اما البايند للبلازما بروتين ديت مش فري، فهو حوالي 99% منه بيحصل له باوند للبلازما بروتين، وبيحصل له ميتابوليزيشن للليفر واكسكريتد من خلال الكدني. فيعني معنى كده ان 1% بس هو تقريبا هو اللي شغال منه.
1% هو اللي شغال منه، تمام؟ وان هو بيقول لك ان هو delayed onset with long duration. ان هو ليه بقى بيشتغل هنقول في السلايد اللي بعد كده هنفصل ازاي، لكن هو بيشتغل حوالي بياخد يومين ثلاثه، ممكن يوصل لست ايام على ما يبدا شغل، وبيقعد فتره بياخد delayed onset في الجسم، وبيقعد فتره طويله لحد ست ايام. يعني هو بياخد يومين ثلاثه على ما يشتغل، وبيقعد حوالي ست ايام في الجسم. وان هو بيعدي البلاسينتا، عشان كده ما ينفعش اديه في الحمل لانه بيبقى ضار وسكريتد، وبيتم افرازه في اللبن بس بكميه قليله جدا اقدر ان انا اتلاشاها، وان هو سيف ان انا اديك لاكتيشن، تمام. الاكشن بتاعته بقى، هو بيعمل انهيبيشن لفيتامين كي ابوكسيديز لاكتيز انزيم. دي هوريكم السلايد. ايوه اهي. هو ازاي فيتامين كي عندنا في الليفر؟ فيتامين كي الليفر بيصنع عامل ايه؟ قلنا بيصنع اللي هي 1972 10 9 7 2، تمام. فهو بيصنعهم ازاي؟ عن طريق اللي هو البوتاسيوم، ده بيساعد ان هو يصنع العوامل دي. بس البوتاسيوم الاكتيف منه اللي هي الريديوسد فورم دي الاكتيف منه، وبعد ما يحصل العمليات دي كلها بيتحول للان اكتيف فورم اللي هي المتاكسده منه، النسخه المتاكسده منه اللي هو عباره عن اكسيديز فيتامين كي المتاكسد منه، تمام. طيب ماشي. طب الليفر كده معنى كده ان هو لو فضل كده هيستهلك كميات كبيره منه، وطبعا الجسم ما فيش الكميات الكبيره ديت اللي استخدمها، فبالتالي ان هو في انزيم عندنا اللي هو فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز، ده بيحول فيتامين كي من الان اكتيف فورم اللي هي الاكسايد فورم للاكتيف فورم اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الريديوس، تمام. فاحنا عندنا الورفرين ده بيجي يعمل ايه؟ بيجي يوقف، هو شبهه تركيبه في شبه فيتامين كي، فهو يجي يمسك في الانزيم دوت ما يخلوش يحوله، فبالتالي بيوقف انه بيوقف البوتاسيوم على ان هو يساعد في تكوين العناصر اللي احنا اللي هي الفاكتور اللي هي 10 9 7 2. فعشان كده بياخد ليه؟ بياخد بقى فتره شويه على بال ما يشتغل، لان انا على بال ما اوقف الجسم طبعا في كميه متخزنه من عوامل التجلط دي، فعلى بال ما يبدا تاثيره او يبان تاثيره او يبان ان هو النقص فيه بياخد فتره، وبالتالي بياخد الجسم على بال ما يقعد يصنعها تاني بياخد فتره على بال ما يرجع، عشان كده الاكشن بتاعته بيبقى طويل. ففي الاول انا بدي مثلا بقوم مديها هيبرين انترافينس يشتغل بسرعه، ادي في اول يومين مثلا لحد ما يبدا تاثير، وادي بقى معاها على طول الورفرين. اول ما يبدا تاثير الورفرين بوقف الهيبرين على طول، تمام. فاحنا زي ما قلنا اللي هو الفيتامين كي اوكسيديز ريدكتيز انزيم بيمنع البريفنشن اوف فيتامين كي ري اكتيفيشن وانترفير ويز هيباتيك سينثيسيس اوف فيتامين كي ديبندنت كولاجين فاكتور اللي هي 10 9 7 2. بروتين سي، ايه علاقه بروتين سي ده؟ بروتين سي دوت هو بروتين طبيعي في الجسم بيمنع بيعمل انتي كواجولانت، تمام. وده اول حاجه بتتاثر لما بدي الورفرين، فبالتالي دوت كانه الورفرين ما بيكونش لسه، قلنا ما بيكونش لسه ابتدى شغله، فانا بالتالي ده اول حاجه بتتاثر واول حاجه بتنقص، اول حاجه ما بنقصه. عشان كده ممكن في الورفرين يحصل شويه في الاول كده ان هو سكن كروزز على زي باتشز كده زرقاء على سطح الجلد نتيجه ان هو الفيتامين انا قصدي البروتين سي دوت انا قللته، فيبدا يحصل ايه بدل ما انا مديها ك بسم الله الرحمن الرحيم فيبدا يحصل هو شويه نيكروزز على سطح الجلد لانه ده اول حاجه بتنقص، بس بعد كده بتعدي. يعني الدوز انا بدي بقى الهيبرين بدي ازاي؟ بدي ممكن عن طريق بولس او انفيوجن. بولس ديت يعني اللي هي كنسبه مركزه وبديها في وقت قليل وبسرعه، تمام. اما الانفيوجن ديت هي نسبه مخففه جدا وبديها على فتره طويله وببطء. اي في بولس 15 انترناشونال يونت انترافينوس او انفيوجن حوالي 1000 انترناشونال يونت في الساعه جايدد باي اي بي تي تي، ده هنقوله بعد كده ديت ازاي بنعمل مونيتورنج ليها. او انا ممكن اديه سبكوتينوس 15 5000 انترناشونال يونت دوز قليله فور بروفلكسز، وبعد وبديه يعني بعد ساعتين من العمليه مرتين في اليوم لمده 5 او 7 ايام بعد العمليه كبروفلكسز يعني. وان هو ما ينفعش ان انا اديه انتراماسكولار، ليه؟ لان انا لو اديته انتراماسكولار احنا عارفين طبعا انه سن الابره او الحقنه اللي انا بدي بيها السن دوت بيعمل اصلا انجري للمصل، فانا بالتالي اصلا انا مديه انتي كواجلانت، فانا اديته انتي كواجلانت فالمصل مش هتعرف توقف النزيف دوت، فهيحصل هيبدا يتجمع الدم وهيحصل هيماتوما في مكان اللي هي في مكان الحقنه او كده.
تمام. اما بقى الورفرين بديه ازاي؟ بديه بلودنج دوز. اللودنج دوز ديت اللي هي الجرعه المبدئيه او الانشيتنج دوز في الاول كده 5 ل 10 مللي جرام في اليوم، فولد باي مينتيننس دوز. مينتيننس دوز دي بقى الجرعه اللي انا هستمر عليها خلاص حوالي 5 ل 7 مللي جرام في اليوم اكوردنج تو اي ان ار. دي حاجه انترناشونال نورمالايزد ريشيو، ديت حاجه براقب بيها او بعمل بيها مونيتورنج للورفرين. المونيتورنج بقى بتاع الهيبرين اللي هو اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم، ودوت بخليه لازم اخليه اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم، دوت الوقت اللي بياخده ال بسم الله الرحمن الرحيم. اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم دوت اللي هو الوقت اللي بياخده الدم على بال ما يتجلط، فهو الطبيعي بتاعه النورمال فاليو عندنا 30 ل 35 ثانيه، فالمفروض انا بعد ما ادي انتي كواجلانت ان هي تزيد حوالي الضعف بس كده مثلا تقريبا، يعني مثلا تبقى 60 70 ثانيه مثلا او كده. فانا بشوف الجرعه، قصدي يعني ان انا بشوف اللي هو الوقت دوت عشان اشوف الجرعه بتاعتي مناسبه اللي انا بديها للمريض مناسبه ولا لا. اما بالنسبه للورفرين فهو حاجه اسمها بروثرومبين تايم، ودوت لازم اخليه قريب يعني حوالي ضعف النورمال. النورمال فاليو بتاعته هي حوالي 12 ثانيه، يعني مثلا يبقى 24 30 ثانيه هكذا. بس المشكله في البروثرومبين تايم دوت ان هو كتير من المعامل بيطلعه مختلفه، يعني انا لو خليت البيشنت ده يعمل هنا هيطلعه مختلف، المعمل تاني هيطلعه مختلف، فانا ما عنديش رينج اصلا المفروض هو يكون عامل ازاي. فبالتالي عملوا حاجه اسمها انترناشونال نورمالايزد ريشيو اللي هي بتخلي البيشنت بروثرومبين تايم على النورمال ريشيو، تمام، واللي هي بتخليها هي المفروض النسبه الطبيعيه حوالي واحد تقريبا، هي المفروض بعد الانتي كواجلا ان احنا نخليها 2 ل 3، والنسبه دي بتبقى ثابته يعني مهما عملوا في اي معمل هتطلع ثابته. انتيدوت بتاع الهيبرين احنا قلنا ايه؟ احنا قلت لكم في الاول ركزوا على الهيبرين اسيدك ونيجاتيف ديشارج، فانا بدي له ايه؟ بروتامين سلفيت انترافينوس. البروتامين سلفيت دوت شحنته موجبه وهو بيزوفيلك، فبالتالي هيروح يمسك في، احنا قلنا احنا عارفين طبعا الاقطاب المتنافره بتتجاذب، تمام، فهو بالتالي هيمسك في الهيبرين وهيمنع الاكشن بتاعه. فانا بيقول لك كل واحد ملي جرام بيعادل حوالي 100 يونت من الانفراكشن هيبرين، او ممكن بقى خلاص يعني الدم بتاعه خلاص ما فيهوش عمل تجلط ما فيهوش حاجه، ان انا بقوم مديه على طول فريش فروزن بلازما، تمام. اما الانتيدوت بتاع الورفرين بديله فيتامين كي. ليه؟ ببساطه لان انا اصلا هو السبب ان انا وقفت عمل فيتامين كي، فانا هو مديله فيتامين كي فينتانودين، وبديله ريكومبينانت فاكتور 7 اللي هو فاكتور 7 يعني بروثرومبين كومبلكس كون سنتريت اللي هو الاربعه فاكتور اللي انا خدتهم اللي هو 10 و9 و7 و2، او ان انا بديله على طول فريش فروزن بلازما. ايه السايد افكتس بقى بتاعت الهيبرين؟ هما 5 بالاتش، يعني ممكن تحفظوها تسكموها، هما 7 5 بالاتش و2 او تي، تمام. الاتش اللي هي عباره عن هيموريدج اللي هو تريتمنت بتاع الهيموريدج اللي هو سبب ادى ان انا اديت جرعه زياده شويه، فهو قام عامل لي نزيف، بقوم مدياله بروتامين سلفيت الانتي دوت بتاعه. الهيماتوما قلنا لو اديناها انترا ماسكولار في حاجه بيعمل هير لوس اللي هو الوبيشيا، ان الشعر بتاع العيان بيقعد يقع. هايبر سنسيتيفيتي ان هو المريض ممكن يجيله حساسيه منه، وهايبر كاليميا عشان كده لازم اعمل مونيتورنج لنسبه البوتاسيوم لو استخدمته اكتر من 7 ايام. بنعمل هشاشه في العظام على اللونج تيرم، عشان كده قلت لكم في الاول ان هو صحيح سيف في البريجنانسي بس ليه اعراض كتيره اللي هو يعني سايد افكت بتاعه ان هو ممكن يعمل استيوبروزيس، تمام. واحنا عارفين اصلا ان البريجننت الجنين الفيتس بيكون ممتص كل التغذيه بتاعتها، فهي اصلا يعني واحده اصلا ما عندهاش تغذيه، هقوم انا بقى مزود لها الموضوع. وبيعمل حاجه اسمها ثرومبوسايتوبينيا للبيتليت كاون بيقع خالص، دوت بسبب IG induced platelet aggregation antibody بيروح يمسك في البليتلت ويكسرها. التريتمنت بتاعه ان انا اعمل الريبليس الهيبرين على طول بدايركت ثرومبين انهيبيتور او فوندا بارينوكس، الحاجات اللي احنا ناخدها قدام دلوقتي. السايد افكتس بتاعه الورفرين، اول حاجه الهيموريدج، تاني حاجه اللي هو السكن نيكروزس. قلنا السكن نيكروزس ليه؟ لانه سبيشال امبيشن ويز بروتين سي ديفيشنسي، لانه هو البروتين سي هو اول بروتين بيقل مع الورفرين وهو كانتي كواجلانت فبيعمل سكن نيكروزس. ديز ادفانتج بقى اللي هي السايد افكت او
الحاجات اللي مش كويسه في الورفرين. اول حاجه ان هو ديليت اونست، بيقعد ليومين لتلاته. بيتطلب اللي هو الدكتور كان بيقول في المحاضره اللي هو بستخدمه اندر امبريلا، يعني تحت يعني مظله الهيبرين، يعني بستخدم الورفرين بديه هيبرين اول كحاجه ليه في الاول كده لحد ما يشتغل، اللي هو requires overlapping therapy with heparin. و النارو therapeutic index، therapeutic index دوت ايه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، therapeutic index ان انا مثلا في دواء اللي هو الجرعة الامنة منه مثلا من 20 ميلي جرام ل 30 ميلي جرام، من 20 مثلا ل 50 ميلي جرام. الورفرين لا، الورفرين الدوز بتاعته ديت مثلا مثلا كمثال، يعني هو مش كده، من 20 مثلا ل 25 ميلي جرام ديت السيف دوز بتاعته. فانا لو زودت حاجة بسيطة هخش على التوكسيك دوز بتاعته بسرعه. تالت حاجه ريكوايرز روتين مونيتورنج اوف كوجليشن، يعني لازم دايما اتابعه او اعمل مونيتورنج ليه. واخر حاجه اللي هي دراج انتر اكشن، يعني بيتفاعل مع ادويه تانية. نيجي بقى للبروتامين سلفيت. قلنا البروتامين سلفيت دوت هو الانتيدوت بتاع الهيبرين دوت، قلنا ان هو بيزك الكترو بوزيتيف، بيزك وبوزيتيف تشارج ويز لو مولكيولر ويت، عشان كده ان هو بينترايز الهيبرين زي ما احنا قلنا ورا. اتش 1 ملي جرام بينترايز حوالي 100 انترناشونال يونت من هيبرين بارشلي، بس هو يعني ده كله بنتكلم عن فراكشن هيبرين، بس جزء صغير منه يعني بيعمل انتاجونايز اللي هو اللو مولكيولار ويت هيبرين بس بنسبه قليله، تمام. وما بيعملش انتاجونايز للفوندا بارينوكس، قلنا هنقوله دلوقتي بعد شويه. وي هاز سلايس انتي كواجولانت افكت فور ما فيش فور هنا، افويد اوفر دوز، يعني هو عنده يعني ممكن لو اديت جرعه كبيره منه يعملي بدل ما انا مديه اصلا عشان امنع الانتي كواجولانت افكت دوت، اقوم انا مزوده الانتي كواجولانت افكت بتاعه، تمام، كانه شغال زي الهيبرين. يعني نيجي بقى للبارنتال دايركت ثرومبين انهبيتور. احنا قلنا خدنا الهيبرين والورفرين وعملنا مقارنه بينهم. نيجي للبارنتال ثرومبين دايركت ثرومبين انهبيتور، هي بتمسك الادويه دي بتمسك على طول في الثرومبين، تمام، وبتعمل انهيبيشن للفايبرين باوند ثرومبين، تمام، وان هي بتتاخد اي في، وان البلينينج اللي هو اكتر سايد افكت بتاعها البلينينج، وان البلينينج بتاعها دوت هو اكتر سايد افكت فيها، يعني زي الارجوتروبان والبيفالوريدين، تمام. الارجوتروبان دوت بفضل استخدمه في الثرومبوسايتوبينيا، في اللي هو الناس اللي عندها بيجي لها من هيبرين ثرومبوسايتوبينيا، او اللي هو عندها رينال انسفيشنسي، يعني الكليه بتاعته مش شغاله كويس، بحيث ان هو اصلا ما بيحصلوش اكسكريشن، ما بيخرجش عن طريق الكدني، تمام. وبيستخدم في الكورونري انجيوبلاستي امبيشن وذ برين اندريست ثرومبوسايتوبينيا، يعني بيستخدم اللي هو كوروني انجيوبلاست مثلا تسليك شريان تركيب دعامه هكذا في البيشنت انديوس ثرومبوسايتوبينيا. نيجي بقى للبيفالوريدين او الهيرودين انالوج دوت، يوزد ان كوروني انجيوبلاستي زي ما احنا قلنا ايه كوروني انجيوبلاستي فوق، وبرده بيمنع البليتليت اكتيفيشن. في مقارنه هنا بين اللو مولكيولار ويت هيبرين والاندايركت سيلكتد فاكتور 10 انهيبيتور زي الفوندا بارينوكس، تمام. اللو مولكيولار ويت هيبرين زي الانوكسوبارين والدالتيبارين دي ان والتنزابارين، تمام. بيقول لك ان اللو مولكيولار ويت هيبرين دوت عباره عن، هو احنا قلنا انه الانفراكشن هيبرين ده كذا جزئيات، فانا باخد او زي فراكشن دي كده، هو يعني مثلا هو الهيبرين فيه فراكشنز فراكشن 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 فراكشنز، انا باخد مثلا فراكشن دوت صغير جزء صغير منه واعمل اللو مولكيولار ويت هيبرين. وان انا بديه سبكوتينيوس، وان هو بيعمل انكتيفيشن لفاكتور 10 وليسر اكستنت فاكتور 2، يعني هو بيأثر اكتر حاجه على فاكتور 10، تمام. الادفانتج بتاعته، الاهميه بتاعته اللي هو يعني ايه الادفانتج بتاعته، ان هو جريتر باي افيلابيلتي فروم سبكوتينيوس اكتر من الهيبرين، وان هو بريدكتابل فارماكوكاينيتكس ريكوير ليس مونيتورنج زي الانفراكشن هيبرين، يعني انا عارفه الفارماكوكاينيتكس بتاعته، عارفه ان هو هيمتص ازاي، الجسم هيتعمله ازاي، هيحصل اوكسيكنيشن ازاي، وهكذا، احسن من الانفراكشن هيبرين. وايكوال افيكاسي تو انفراكشن هيبرين، يعني هو بيساوي الجوده بتاعته زي الهيبرين بالظبط الانفراكشن، وبيقعد في الجسم فتره اطول اللي هو لونج تي هاف تايم جيفن سبكوتينوس وانس اور توايس ديلي، ليس ريسك اوف ثرومبوسايتوبينيا اوستيوبروزيس، ودي كانت احد اهم السايد افكت بتاعه الهيبرين.
بلان فراكشن، وان هو ليس ريسك اوف بليدنج، يعني مفيش بليدنج بتحصل منه كتير. نيجي بقى للاندايركت سيلكتد فاكتور 10 انهبيتور اللي هو الفوندا برينوكس دوت عباره عن سيسس بينتا ساكرايد مولكيول ديريفيتيف فروم انفراكشن هيبرين. تمام، هو بيجي من انفراكشن هيبرين، قلنا اهم حاجه فيه اللي هي الجزء البينتا ساكرايد اللي فيه، وان انا بديه سبكوتينوس، ان هو هايلي سبيسيفيك لفاكتور 10 بس. الادفانتج نفس الادفانتج اللي احنا قلناها في لومركلوريت هيبرين، زائد ان هو يوسفول في الهيبرين انديوسد ثرومبوسايتوميا. اما بقى الديس ادفانتج بتاعته ان هو البليدنج بيبقى اهم سايد افكت بتاعه، هو البليدنج، والبليدنج ده ما اقدرش اعادله بالبروتامين سلفيت. تمام، نيجي بقى للدراج انتراكشن ويز وارفارين ريكوايرد دوز ادجستمنت. ايه الدراج اللي بيحصل منها في دراجز بتزود الافكت بتاع الورفرين، ودراجز بتقلله. الدراجز اللي بتزوده زي البارافين اويل، اول حاجه عندنا اللي هي البارافين اويل. البارافين اويل دوت بينترفير مع الفيتامين كي ابزوربشن، فبالتالي بيزود الافكت بتاع الورفرين، او انزيم انهبيتور اللي هي بتعمل انهيبيشن. بسم الله الرحمن الرحيم، بتعمل انهيبيشن لل بتخليش الورفرين يحصل له ميتابوليزم، يعني وان هو يخلص من الجسم، زي الاميودارون والاريثروميسين والكلورامفينيكول والفلوروكوينولوز. اخر ثلاثه دول عباره عن انتي بايوتكس. الاميودارون دوت عباره عن انتي ارزميك دراج. ثالث حاجه اللي هي البرود سبيكترم انتي بوديز اللي هي بتتفاعل مع سينثيز اوف فيتامين كي. رابع حاجه انابوليك ستيرويدز اللي هي الكورتيزون والكونيدين، بتقلل الكواجيليشن فاكتور اصلا، فبالتالي بتزود الافكت بتاع الورفرين. رابع حاجه او خامس حاجه بقى الاسبرين سلفونامايدز اللي هي بتعمل ديسبليسمنت للورفرين فروم بلازما بروتين، بتخليه يتحول للاكتيف فورم بتاعته اللي هي الفري، فبتخليه فري، يعني هي بتمسك الاسبرين بيمسك في البلازما بروتين ويخلي الورفرين فري في الدم فيشتغل. الاسبرين برضو ليه انتي بليتليت افكت، وسام كيفالوسبورين زي سيفوبريزون دوت ريدكتيز سيفوبريزون ريدكتيز ده بيقلل فيتامين كي ايبوكسايد. تمام، الادويه بقى اللي بتقلل الافكت بتاع الورفرين، كوليسترامين دوت انترفير ويز ابزوربشن اوف وورفرين، يعني بيشتغل مع بيتفاعل ضده. يعني تاني حاجة الانزيم انديوسر، يعني بتحفز انه الورفرين يحصل ميتابوليزم ويطلع برا الجسم، زي الكاربامازيبين والريفامبيسين. فيتامين كي طبعا هو انا الورفرين اصلا ان هو بيوقف فيتامين كي، فانا لما ادي فيتامين كي هزود الكواجيليشن فاكتور، فهلغي تقريبا فعله. اورال كونتراسيبتيف، لان الاورال كونتراسيبتيف بتزود الكواجيليشن فاكتور، فهي بتزود التجلط اكتر. هيرديريتي ريزيستنت تو وورفرين، في ناس كده بيبقى عندهم طبيعتهم ان هو او جينيا هم ما بيستجيبوش للورفرين، دي طبيعه الناس طبيعتهم كده. نيجي بقى للنيو اورال انتي كواجلانز، دي ادويه اخترعوها جديده من انتي كواجلانز، زي انتي فاكتور 10 زي ريفاروكسابان وابيكسابان، وانتي فاكتور 2 زي الدابيجاتران. الادفانتج بتاعتها في على الورفرين ان هي فاستر، بتشتغل بسرعه واقفه بسرعه، يعني مجرد ما اقف الدواء تقريبا اقل من 24 ساعه هيكون تأثيره راح خلاص. فيكس الدوز، بديها بجرعه ثابته. ليس ريسك اوف بليدنج، عشان كده مش محتاج ان انا اللي هو مفيش نزيف كتير، فعشان كده ما بحتاجش ان انا اعملها مونترنج او ان انا اتابعها او كده. ليس دراج انتراكشن، يعني ما بتتفاعلش مع ادويه كتير. اما ان انا بقى بعملها ريفرسال ازاي، ريفرسال ان انا اعكس تاثيرها ازاي، او كانتي دوت ليها اكتيفيتد شاركول. اكتيفيتد شاركول دوت لو اديته في اول بضع ساعات دوت هيقلل الابزوربشن بتاعها، بس مش محتاجه قوي، لان احنا قلنا ان هي الاوفست بتاعتها سهله، يعني مجرد ما اوقف الدواء في فتره قليله هيحصل خلاص ان الدواء هيبطل شغله. ريفرس ريفاروكسابان، الريفاروكسابان دي بتاع حاجه بتعمل ريفرس افكت لوحده، وده بيجاتران ليه حاجه لوحده. الريفرس ريفاروكسابان دوت زي اندكسانيت الفا، اللي هو بيبقى فيه 4 من عوامل التجرد اللي احنا كنا قايلينهم في الورفرين، اللي هي 1972 10 9 7 2. ريفرس دابيجاتران افكت اللي هو اداره سوزيماب، او زمان كانوا بيعملوهم دايلاسيس بس اللي هو غسيل كلوي، بس حاليا ما بيعملوش كده. دي مقارنه سريعه بين الورفرين والريفاروكسابان والدابيجاتران بقرعه سريعه، دي مجرد حاجات زي احنا قلناها اصلا كلها فاتت.
انديكيشن بقى بستخدم الانتي كواجولان ليه؟ اول حاجه تريتمنت وبروفلاكسس للدي في تي والبالمونري امبوليزم، دي فينس ثرومبوزس والبالمونري امبوليزم، تمام. كتريتمنت ليها بدي انفراكشن هيبرين او لو مولكيولار ويت هيبرين او وارفرين او ريفاروكسابان او ابيكزابان، بديهم كلهم من ثيرابي، تمام، كحاجه واحده يعني كبدي يعني حاجه يعني يعني مثلا ممكن ادي انفراكشن هيبرين او لو مولكيولار ويت هيبرين او ادي الورفرين، يعني ما اديهوش كلهم مره واحده. الدابيجاتران والايدوكسابان ار بروسيدد ويز لو مولكيولار ويت هيبرين. لو مولكيولار ويت هيبرين ممكن ادي معاه دابيجاتران او ايدوكسابان. سندروم هيبرين، تمام. البروفلاكسس ممكن اعمل بروفلاكس للدي في تي والبلمونري امبوليزم افتر مثلا يعني طبعا جرعه البروفلاكسس بتبقى اقل من جرعه التريتمنت. يعني مثلا واحد عمل ني سيرجري بحاجه في ركبته، حاجه في مفصل اللي هو الهيب عمل فيه اي عمليه، ممكن بديله انفراكشن هيبرين ولو مولكيولار ويت هيبرين زي الفوندابارين او فوندابارينوكس او وارفارين او روفاركسابان او ابيكسابان او دابيجاترون، اي حاجه منهم، لكن طبعا ما اديهمش كلهم مره واحده. استروك بريفنشن، ان انا امنع الاستروك بريفنشن، حاجه في القلب كده اسمها اتريال فايبريليشن عن طريق الورفرين نيو اورال انتي كواجلانس او وبتستخدم في نان فالفولار اتريال فايبريليشن. يعني نان فالفولار يعني هي اتريال فايبريليشن يعني اتريال فايبريليشن ما اثرتش على الصمامات بتاعه القلب. بستخدمها في علاج الارتيريال ثرومبوزز زي السريبرال واكيد كروناري، علاج اللي هي كرونيك كروناري او بي اي دي اللي هي بستخدم ريفاروكسابان واسبرين. البي اي دي دكاتره اللي هي البريفرال ارت ديزيز بستخدم معاها ريفاروكسابان او اسبرين. روماتيك فالف ديزيز او ميكانيكال هارت فالف بستخدم معاها الورفارين. الكاردياك والفاسكولار سيرجري والهيموداياليسيس بستخدم معاهم الهيبرين. ما استخدمش الانتي كواجولانت في حالتي، اول حاجه انكريز ريسك اوف بليدنج والرجي. انكريز ريسك اوف بليدنج زي مثلا واحد عنده هيموفيليا، سيوله في الدم، بيربولا، دي عرض ممكن يكون بسبب اي مرض زي الهيموفيليا مثلا اللي هو بوتاش زرقاء على الجسم او كده، هيد انجري او انتراكرينال هيموريج، او واحدة عنده ضغط عالي، واحدة عندها ثريتند ابورشن يعني الحمل ممكن ينزل فيا اصلا، عندها بليدنج اصلا والحمل ممكن ينزل في اللحظة، فانا ما زودش البليدنج بتاعها. اكتيف بيبتيك السر، واحد عنده قرحة مثلا في المعدة هي اصلا بتنزف، فانا ازود اكتر يعني كل ما تبدأ تخف ازود اكتر. اكتيف تي بي، لان التي بي ساعات ممكن يعمل زي اماكن نزيف في الجسم او اللي هو بيبقى في منشأ الاساسي في اللنج، تمام، فممكن مثلا بيعمل كافيتيشن في اللنج فهو يزود، فهو اصلا فيه بليدنج، فانا كده هزود البليدنج لو اديته. تاني حاجه ان هو ممكن يحصل الرجي حساسيه من الانتي كواجلانس دي. انا بدي الانتي كواجلانس ازاي بقى البروتوكول بتاعها؟ اول حاجه بدي هيبرين انيشيالي، قلنا بدي الورفرين كاندر امبريلا اوف هيبرين. هيبرين دوت فولو باي كونكوميتنت ادمنستريشن اوف وورفرين لمده يومين ثلاثه على بال ما يبدا يشتغل. بدي الهيبرين لمده يومين ثلاثه على بال ما يبدا يشتغل الورفرين. قبل بيفور ستوبنج هيبرين جايدد باي اي ان ار، اي ان ار ديت بشوف بيها الورفرين اصلا يعني انترناشونال نورمالايز ريشو. يعني انا بدي الهيبرين يومين ثلاثه بس بعد كده وبدي مع يعني بدي الهيبرين والورفرين، تمام، بس بفضل مديها الهيبرين يومين ثلاثه لحد ما تاثير الورفرين يبدا يشتغل واتابعه بالاي ان ار. ريفاروكسابان از ابروفد از انيشال اورال تريتمنت فور، يعني انا بدي كعلاج اولي او مبدئي للديب فينس ثرومبوسيس بدي ريفاروكسابان، بدي 15 ميلي جرام مرتين في اليوم لمده 3 اسابيع، أول 20 ميلي جرام في اليوم لمده 3 6 شهور. ونفس الحاجه مع الابيكسابان، بدي 10 ميلي جرام مرتين في اليوم لاول اسبوع، بعد كده 5 ميلي جرام مرتين في اليوم بس. ودي اسئله بسيطه تبقوا تحلوها بس. وبكده نكون خلصنا المراجعه، وشكرا لكم يا دكاتره، اتمنى تكونوا استفدتوا.